هذه 100% بشريه. هذا راه الردم ديال البلاد، هذا راه بحال اللي طاح عليها شي جبل. ما عمر شي حزب دار هاد الكارثه هادي، هاد العداله هادو، العداله والعميه. هاد الناس راهم ظلمونا، هاد الناس راهم ما صالحيناش للبلاد باش يسيروا البلاد. انا قلت لك المسؤول الا كان مسؤول خصو يخرج يدور يشوف الشارع شنو فيه. كيما كيخرجوا الناس المسؤولين على برا والناس في دول اخرين، حنا كنشوفوا دابا المواطن المغربي وعا مع هاد القنوات ديال الاذاعي الفضائيه ومع هاد الفيسبوك ومع هاد الشيء ديال هاد المعلومات. دابا المغرب تقدم، خصو يزيد القدام، ماشي خصنا نزيدو اللور. انت اخر صفقه جبتيها هي الباركينغ، فين هما هادية المياه البشريه؟ هذا راه الردم ديال البلاد، هذا راه بحال اللي طاح عليها شي جبل. هذا هو طريف الخبز ديالنا، هنا كناكلوا طريف الخبز، وحنا كنخدموا مع المواطنين بجوج دراهم، كنسطاليو الناس ونخرجوهم وكنحضيو السياره، عاد كنقبضوا داك الجوج دراهم. هادو دخلوا بواحد التطبيق بواحد الخدمه، لا حارس لا غارديان اللي كيديك باش ما تقيش الطوموبيلات الناس، وبدون حارس واحد الثمن باهظ ما كاين حتى في شي مدينه مغربيه، وبواحد الطريقه اللي معقده. بغاو يقصيونا من هاد الصفقه بدون وجه حق، ما درنا لهم حتى شي حاجه. حنا بغاو يقصيونا خويا من هاد الصفقه، ما عمر شي حزب دار هاد الكارثه هادي، هاد العداله هادو، العداله والعميه. ما عمر شي حزب اللي تعاقبوا على التسيير الجماعه قبل منهم، لا شباط ولا اللي قبل منه ولا اللي قبل. ما عمر حراس السيارات كيتقصاو من الصفقات، كي مواقف السيارات. انتم كما كتشوفوا انا من ذوي الاحتياجات الخاصه، ما عنديش شي بلاصه فين غادي نمشي، عندي غير الطريف ديال الخبز اللي كنسترزق فيه الله، عندي 20 سنه وانا خدام هنايا. يعني ما كنعرف ندير حتى شي حاجه، واولا قبل ما يدير هذا القرار هذا كخصو يفكر في المواطن اللي جاي من الباديه، كيفاش غادي يدير باش يتوفر له على سمارت فون، باش يجيب التليفون، هو جايب غير ممرضه وباغي يديها للطبيب، عنده تقريبا واحد القسمين ديال المكانه وشاد الرونديفو، الا فاتوا الرونديفو مشى له كل شيء، وخاصو يجي ويشري سمارت فون ويشري لي كارت ديال الشركه ويستالي لابليكاسيون ويدير التعبئه، عاد باش يمكن له يدخل عند الطبيب يشوفه ويجيب باش يريح هو السي الحارتي ولا السي العمده اللي داير هذا القرار هذا. ما فكرش في المواطن وما فكرش في الحراس اللي مساكن ما عندهمش فين غادي يمشيو. هما ما جاوا ما تحاوروا معنا، ما تسولوا فينا، ما داروا حتى شي حاجه اللي كتخص بهذا الشيء. وزايدوا من قبل هذا الشيء هما كانوا دايرين واحد القرار، قال لك اسيدي باش غادي يجيو يخدموا هاد الناس هادو، وطلبوا لنا وريقات عطاوهم لنا باش غادي نمشيو نخدموا معاهم. ومنين شدينا داك الوريقات وتبعنا لهم وشفنا معاهم، جمعوا داك الشيء كامل وداروا لنا داك الكونكور وحيدوا داك الدوسيات ديال الدراري هادو كاملين اللي دفعوا الغارديان اللي كانوا متبتين اصلا، وجابوا دراري خاصين دياولهم. الان من بعد المسيره اللي تمنعات وتحولات للوقفه في ساحه فلورنس، من بعد ايضا ما دارت وقفه اللي جسدات قدام الباب ديال الجامعه، ومن بعد الوقفه الاخيره اللي جسدات وتم المنع ديالها هنا في فلورنس، الشباب القائم وكل مواطن والمواطنات على المجموعه ديال فاس باركينغ اللي تتعرف حاليا 30000 واحد، يعني خصو يفهم، خاص المسؤولين في الجامعه انهم يفهموا ان كاين رفض شعبي لهذه الصفقه. 30000 واحد دابا حاليا اللي كاينه، ومازال الحمله كاينه حاليا، انتشرت وطنيا ودوليا ديال التضامن مع 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 الحمله، مع التضامن بليدو مع الحركه. كاين اصوات من كل المدن المغربيه، وكاين اصوات دوليا من فرنسا وتركيا السويد وبلجيكا حاليا اللي بغى يتاكد من المعطيات، اللي بغى يتاكد من هذه المعطيات يدخل للمجموعه، ينظف للمجموعه ويتبع مزيان التطورات ديال الحركه. وكاينه خطوات اخرى هو التوقيع على العريضه، واللي هتوقع بالالاف، يعني الساكنه ديال فاس كامله هتكون بشكل مهيكله بشكل ديال اللجان، ان باش ان الكل يعبر على الصوت ديالو. وهتكون خطوات مستقبليه اخرى يتم الاعلان عليها في بلاغات رسميه من طرف اللجنه المنظمه في المجموعه ديال فاس باركينغ. في الاخر من من ما نفوتش الفرصه انني ندعي الساكنه ديال فاس انها تلتف حول الحركه اكثر فاكثر، ولا بديل على اسقاط الصفقه. فطبعا كمواطنين وكناس يريدون لفاس التقدم، حنا ماشي ضد الهيكله او التنظيم ديال القطاع حيوي والمواقف ديال السيارات، ولكن الإشكال يتجلى في الصيغة التي اعتمدها هذا المجلس، رئيس المجلس، عمدة فاس ونوابه وأغلبيته.
المشكل هو في الصيغه. اولا وقع اقصاء حوالي 900 عائله تقتات وتعيش على هذا الامر. 900 عائله كما شاهدتم اليوم، كاين اللي 30 سنه وكاين اللي 35 سنه وكاين اللي 20 سنه، كاين نساء وكاين شباب وكاين رجال وهما يشتغلون في هذا المجال. والمصدر ديال العيش الوحيد ديالهم هو الدراهمات التي يتحصلون عليها يوميا من هذا من حراستهم للسيارات. ثم وتم الاقصاء ديالهم. المساله الثانيه هو انه تم اعتماد واحد التقنيه اللي متقدمه ما غير متاحه للجميع. مفروض انك تكون عندك انترنت، يكون عندك هاتف ذكي، يمكن مفروض انك تكون منخرط، مفروض انك تحد تكون عارف يعني بزاف ديال الظروف التي تصعب على مواطن سواء مستقر في فاس او مواطن لزائر الفاس اللي مفروض انه في زياره خفيفه اما لعياده اقارب او الطبيب او مصلحه اداريه، مفروض ان يعد العده وكانه غادي للحج باش يمكن له يركن السياره ديالو. وهذه من المسائل الناس كتسهل وكتقرب الاداره من المواطن وكتقرب الخدمات المرفق العام من المواطن، ماشي كتصعب عليه الامور. والشيء اللي كيجعل يعني لانفيزابيليتي ديال هذه العمليه، عدم استحاله ديال التطبيق ديالها وديال الاجراء ديالها. هذا علاوه على السومه اللي هي مرتفعه جدا، التسعيره التي تم تحديدها اللي هي مرتفعه جدا. صعيب انك تطلب مواطن تعود ان يركن سيارته بدرهمين وفيها واحد العمل اجتماعي مع الحراس ديال 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 السيارات وتفرض عليه انت واحد التسعيره اللي مرتفعه جدا. ما عرفش كيفاش درتوا الدراسه ديال هذا المشروع والقدره الشرائيه ديال الناس والقدره ديالهم على الوفاء بالتزاماتهم الماديه تجاه الحراس او تجاه حتى الشركه.